اهلا اهلا اهلا. ايوه انت كده اتجننتي. انت لسه هتشوف الجنان على اصول. انت بعت لي ثانيه عايز تلبسني انا تهمه. ثانيه مين وتهمه ايه؟ ايوه استعبط. في واحده مسجونه في السجن بسببك، مظلومه، لازم تتصرف دلوقتي حالا وتخرجها. الكلام ده انت عارف كويس انا بتكلم وبقول ايه. بتقولي هباب؟ يعني انت شايفانا مريضك ده مجنون عايز اسجن الناس وبس؟ الله اعلم. يمكن الله اعلم. انت عارفه مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان انسي من زمان. انت بتصدقي الناس اللي قال لك الكلام ده كذاب، ابني كذاب. بصي كده عارفه انا انسي لما اشوف عينيك هي افتكر ايه؟ افتكر النجا وايام النجا والحب والحياه البسيطه. وحشتني وحشتني انا انسي. عارفه انا عمري ما حبيت غير واحده اسمها نانسي. حب عمري. تعالي اسمعني. وعدتك القرف قذر. تفضل طول عمرك قذر. ألقاني بعد يومين. طب العين تاني. تأكدي هنا إن أنا لا يمكن أسمح بحاجة زي كده أبدا. عشان فيك. ثانية! تعالي هنا. كمان رايحة تدلي على أولاد الناس. اخرسي خالص! مش عايز أسمع ولا كلمة! أنت فاهمة؟ أنا آسف يا هنا. اسف علي. تروحي زي الجزمه تعترفي باللي حصل بالظبط. انا ما اعرفش حاجه. لا انت كدابه وعارفه ان انت كدابه. البنت ما عملتش حاجه وهتروحي تعترفي والبنت هتخرج قبل ما النهار يطلع. لا بقى، هو لو حضرتك جايبني هنا عشان تلبسني تهمه ولا فاكر ان انا عشان بشتغل عندك في المصنع هتحط السكين على رقبتي؟ تبقى غلطان. هي كلمه واحده. أشرف ليه علاقة بالموضوع ده؟ أشرف بيه؟ حضرتك عارف أكتر منه. هو حد يقدر يدخله مكتب ولا حد حتى يقدر يكلمه؟ مش طالعة برا. برا! تطلع برا فين؟ تعالي هنا. أنت مش هتمشي غير لما تيجي تعترف. امشي برا. برا؟ يعني إيه؟ أنا بس حبيت أأكد لك إن أشرف ملوش علاقة بالموضوع ده. الظاهر إن أنا غلطت إن جيت المكان ده. ودلوقتي بس بقيت متأكدة. هو أنت ليه لحد دلوقتي ما نقلتش من اسكندرية؟ بصي يا ليلي، اللي يعيش في اسكندرية بيبقى عامل زي السمك، ما يقدرش يعيش برا المية. غريبة، مع إنك عارف لو جيت هنا القاهرة تقدر تحقق حاجات كتير جدا مش هتقدر تحققها في اسكندرية. زي مثلا المعارض. أنت ممكن تدخل معارض كبيرة جدا، بلس انك ممكن تفتح جاليري اكبر بكتير من اللي عندك في اسكندريه، وده اكيد هيعمل لك شغل احسن. اسكندريه، عارفه اسكندريه دي عامله زي الست الجميله اللي كل ما بتكبر بتحلى اكتر. عامله زي النسمه ترجع لك كل الذكريات، خليك تسمعي مزيكا، تسمعي شعر. المهم سيبك مني انا. انت عامله ايه؟ ولا حاجه. ازاي ولا حاجه؟ عينيكي بتقول في حاجات كتير قوي. أصل الحقيقة كده أنا طلبت طلب غريب قوي من عمر. طلبت إن هو يرجعني أشتغل في الشركة. يعني بعد ما كنت أنا صاحبة الشركة بقيت دلوقتي حتة موظفة فيها. مش مهم الطلب، المهم السبب. طب قبل ما أقولك على السبب تسمح لي أسألك سؤال؟ اتفضلي. هو أنت على طول بتعامل هاجر كده؟ أصل بجد ساعات كتير قوي بقعد أقول لنفسي يا بختها بيك. أنا كمان أحيانا بصراحة بحس إن أنا محتاجة أتكلم مع حد، محتاجة أقول له على اللي جوايا وأخد رأيه. هو أنت هتتضايق لو كلمتك ورغيت معاك كده كل فترة وفترة؟ بالعكس، هبقى مبسوط أوي. بطل خيابة بقى. أنت الولد، أنت الراجل اللي لازم يبقى في إيدك كل حاجة، لازم تسيطر على الأمور.
تعالي يا لمس خش. اشرف كان عايز يدخلني السجن، كان موصي عليا سنية عشان تحط لي مخدرات ليا انا وشيماء، بس للاسف لبس في الموضوع ده بنت غلبانه ملهاش دخل بالموضوع، ومحدش قدر يخرجها غيرك. في الشقة؟ مخازن المنصورية فيها مشكلة كده، بقول الحراس لازم نفضي البضاعة اللي فيه. كلام بتقول نانسي ده حقيقي؟ دلوقتي اسمها الأستاذة نانسي، بعد ما حضرتك جبتها للشغل وعليتها قوي. اسأله كده هو عمل ايه؟ عملت ايه يعني؟ مشيت معاكي حبتين الشباب، ودلوقتي ربنا هداني واتجوزت ست الناس وخلصت يا نانسي. الحدوته دي خلصت. هشام بيه قول لي هنعمل ايه في المخازن بتاعت المنصوره؟ انت زباله. اشرف فاهمه ولا لا؟ فاهمه مش اشرف تكرمت. الحكايه كبرت قوي، بقت بايخه بايخه. بس انا هسامحك، عارف ليه؟ عشان بشوفك كيف اخويا صغير ضحكت عليك. هي صحيح قليله بس شمت قوي. شكرا يا اخويا. انا عارفه العيله دي كويس قوي، ما عنديش ثقه فيهم خالص. قولي لي انت محكوم عليك بثلاث سنين صح؟ صح. يا ثلاث سنين سنة. ده الواحد في العادي وهو حر لو ضاع منه يوم من غير ما يستمتع بيه بيتضايق ويضرب دماغه في الحيط، ما بالك بقى بيوم السجن، ذل وكسرة نفس، واليوم بيعدي كانه سنه وانت محكوم عليك بثلاث سنين، يعني تقريبا كده 30 سنه. صح ولا انا غلطان؟ هات من الاخر. انت كنت حامل من سليم. هو نازل. مين قال كده؟ انت كنت بتكذبي علينا عشان كنت خايفه على الولد مني، فخبيتي الموضوع عشان محدش ياذي الولد. انت حامل، وحامل في ولد، حامل في ابن سليم. عارفه بقى سليم لما يبقى عارف انه ليه ابن منك؟ يا نهار ابيض، ده انت كده هتضمني ان يفضل يجري وراكي طول العمر يتمنى لك الرضا ترضي. لو ايه؟ وهتعيشي تتمرمغي في نعيم الجنه. اقول تاني ولا وصل؟ والاهم بقى هاخد منه اللي انا عايزاه، غير ان انا هبقى خايفه على الولد من مرات ابوه اللي كانت عايزه تموته، وهشام اكيد مش هيبقى عايزه، فانا عايزه اضمن على مستقبل الولد ولا ايه؟ مظبوط الكلام اللي بتقوليه، 100 100 مظبوط. كنت عايزه بقى اللي اخده بايدي اليمين اسلمهولك في الشمال. انا هديك الربع، وبعدين زي ما لهفت الفيلا ممكن تاخدي اللي انا اعرفه ولا ما نعرفوش. بس عارفه لو سلمتيني سليم ده تسليم اهلي ورجعتيه شحات مش لاقي اللقمه، ده
تعرفي انا هعمل لك ايه؟ انا هعمل لك اللي انت عايزاه. زيارة خلصت. اقعدي بس. اقعدي اختي. في ايه؟ هو انت فاكراني هبله؟ هترمي لي عظمه ريال عليها؟ انا خلاص فهمتك، مش هسلم دقني لك تاني. انت ايه اللي يرضيكي؟ المحامي بقى يعمل لي عقد حلو كده ظريف يضمن لي حقي. وماله؟ ده انا هعمل لك عقد بالضمان. وانا بقى هوريه للمحامي بتاعي يشوف بنوده مناسبه ليا ولا لا. ده عقد ايه؟ عقد شراكه في كل حاجه. ومش هرفع السماعه على سليم قبل ما اشوف رصيدي في البنك عالي. طبعا موافقه. طب تصدقي وتأمني بيه، من اول يوم شفتك فيه قلت ان احنا هنبقى صح. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.